السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير والصحة والسعادة. النهاردة برد على فيديو قديم شوية، يعني كان من 7 سنين، لاخونا صاحب قناة ماهر. الفيديو ده اخونا ماهر قال فيه، هو عايش في بريطانيا، وصحيح مش أنا اللي عايش في بريطانيا، هو اللي عايش في بريطانيا، بس هو قال كلام يا إخوانا غير إنه بيضارب بعضه، هو أيضا ينافي العقل في أشياء كثيرة، يعني والمنطق في أشياء كثيرة. أولا قال في وقت الفيديو ده إن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا 7 جنيه استرليني الساعة، وبناء عليه هتقدر انك تعمل 300 أو 400 جنيه استرليني في الأسبوع. يا اخوانا في وقت ذلك الفيديو كان الحد الأدنى للأجور في بريطانيا 6.7 جنيه استرليني الساعة جروس، يعني قبل الضرائب والخصومات، وده معناه ان بعد الضرائب والخصومات هيصفصف المرتب على 5 جنيه استرليني و30 بنس حاجة زي كده، يعني هو وشوية فكة على حسب لو في خصومات تانية غير الضرائب. فخلينا نقول يا سيدي 5 جنيه و30 بنس. طيب ال5 جنيه و30 بنس لو انت شغال 40 ساعة يعني هتعمل كام في الأسبوع؟ 210 جنيه استرليني في الأسبوع. يبقى ازاي تقول ان اللي هناك ان اللي بيعمل هذا الحد الأدنى للأجور هيعمل 300 أو 400 جنيه استرليني في الأسبوع؟ جنابك ما بتعرفش تحسب ازاي 6.7 جنيه استرليني مش 7، ده أول غلطة هو غلطها، يعني هو قال إن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا 7، بس هو مش 7، هو 6.7 جنيه استرليني ماشي، بعد الضرايب يصفصف لهم على 5 جنيه استرليني وشوية فكة، يعني بتتكلم عن حدود 200 جنيه استرليني في الأسبوع، 210 جنيه استرليني في الأسبوع. ماشي يا اخوانا، مش 300 مش 400. لو رحنا مع رقم 300 حتى او 400 جنيه استرليني في الاسبوع، بعد كده قال فانت هتدفع الايجار 400 جنيه استرليني في الاسبوع، وبذلك هتعيش معزز مكرم. فاذا اتفقنا معاه ان واحد بيعمل 300 او 400 جنيه استرليني في الاسبوع ودفع 400 جنيه استرليني في الأسبوع كإيجار، طب فين الأكل، فين الشرب، فين المصاريف، فين الفواتير، فين وفين وفين؟ يعني أنت عايز تقول إن الناس عايشة بتدفع بس سكن وخلاص؟ ده حتى ال 300 400 جنيه استرليني ده رينج أقل من رينج الإيجار، يعني جنابك أنت ما بتعرفش تحسب. فالمعلومات، يعني الكلام اللي قاله ده يا اخوانا مليان تدليس، مليان خداع، او الاخ ما بيعرفش يحسب. معرفش انا، يعني في كذا مشكلة في الفيديو اللي هو عمله. بخلاف ذلك ان هو يقول فانت لو هتحسب تقدر تحسب بالريال السعودي لو انت سعودي. أخي العزيز، أنت تعرف كم سعودي عايش في بريطانيا بغرض الحياة والعمل؟ لو في سعودي في بريطانيا في الغالب هيكون يا إما رايح للسياحة أو للدراسة، وكذلك في أمريكا السعودي بيروح أمريكا يا إما للسياحة أو للدراسة. أنت تعرف كم سعودي راح لبريطانيا بهدف الحياة أو العمل؟ طيب ما علينا، نتحرك بقى بعد كده. نقول بيقول ان 25,000 جنيه استرليني السنة، ده جروس باي قبل الضرائب، بيوفروا لك حياة سعيدة ليك انت ولأسرتك، حتى لو مراتك ايه ما بتشتغلش يعني. يا ريت المتابعين يقولوا لي في التعليقات هل هذا الكلام صحيح ولا لا. لو انت يعني عايش في بريطانيا من فضلك
تفيدني في هذا الأمر. بعد كده يا أخوانا اتكلم عن اللي بيشتغل طبيب أو مهندس أو محاسب وبيعمل ما بين 50 إلى 150 ألف جنيه استرليني في السنة، الفلوس اللي هو مسميها إنها إيه بلا نهاية ده وفقا لتعبيره يعني. بيقول هتشتري بيت في هذه الحالة يا أخوانا، هتشتري بيت، تقدر تشتري بيت كل سنة في بريطانيا، وتشتري بيت في بلدك، وكمان تبعت فلوس. بس طريف الأمر هو حس إنها وسعت منه، ففي الجملة اللي بعدها قال كل سنتين. فاللي حصل يا أخوانا، لو قلنا 150 ألف جنيه استرليني في السنة، انتوا عارفين ده معناه ايه 150 الف جنيه استرليني في السنة يا اخوانا؟ يعني بعد الضرائب هيطير منهم حوالي النص، لان هيكون الضرائب عليها 45%، خلينا نقول دخل جيبه 70 الف جنيه استرليني في السنة. طيب ده اللي هو الرجل اللي فلوسه بلا نهاية زي ما اخونا ماهر قال. طيب 70 الف جنيه استرليني في السنة ازاي يا اخوانا؟ متوسط سعر البيوت في بريطانيا فوق 300 ألف جنيه استرليني، ومتوسط سعر البيوت في لندن 600 ألف جنيه استرليني. وعلى فكرة يا أخوانا الأرقام دي زادت، يعني حاليا الأرقام دي زادت، وفي أماكن في لندن البيوت فيها مش ب600 ألف جنيه استرليني، ده البيوت فيها بتوصل لملايين الجنيهات الاسترلينية. وربما بعضكم سمع عن واحدة طبيبة بريطانية أخصائية قتلت واحدة عشان خاطر تستلف منها مش فاكر 40 ألف جنيه استرليني ولا قد إيه، كم مش فاكر بالظبط يعني، بس أقل من 100 ألف جنيه استرليني يعني. فقتلت واحدة صاحبتها عشان خاطر فلوس قليلة يعني. فأنا مستغرب دي مثلا لو واحدة بتعمل فلوس طائلة وتقدر تشتري بيت كل سنة ولا كل سنتين، هي كانت عايزة الفلوس دي على فكرة عشان تبني دور جديد، أو قيل إنها تعمل صيانة لبيتها، بس ما كانش معاها فلوس كافية، فاضطرت إنها تقتل صاحبة عمرها عشان خاطر إيه، ما رضيتش، عشان خاطر لأنها ما رضيتش تسلفها الفلوس اللي كانت محتاجاها. فكونك تقول ان الطبيب في بريطانيا يقدر يشتري بيت كل سنتين، طب منين يعني؟ هو دخل جيبه 70 ألف، طب هيجيب ازاي بيت بملايين الجنيهات الاسترلينية او حتى بمئات الالاف من الجنيهات الاسترلينية؟ انت يا اخ ماهر ما بتعرفش تحسب. وبعد كده يعني بيتكلم عن طبعا التاكسي والحرف والكلام ده كله، طبعا دي حاجات يا اخوانا هارد سكيلز، دي يعني بتحتاج تمرين بيصل او تدريب يصل الى سنوات. حتى التاكسي في بريطانيا ده عبارة عن زي كلية، بتحتاج انت عشان تبقى تاكسي في لندن انك انت تقعد قيل 4 سنوات عشان تتدرب وتبقى تاكسي في لندن، عشان خاطر تعمل ما اللي بيقول عليه حاجة و30 ألف جنيه استرليني في السنة أو كلام من ده. فيا أخوانا حتى لو أنا مش عايش في بريطانيا، ولكن كل ما قرأته من إحصائيات وتقارير، بالإضافة لأن الأخ نفسه نائض نفسه، كل ده يؤكد أنه هو غلطان. لا الطبيب ولا المهندس ولا المحاسب في بريطانيا يقدر يبني بيت، يشتري بيت كل سنتين ويشتري بيت في بلده وكمان يبعت فلوس ويكفي مصاريفه. ايه يا اخوانا ده دي كلها خرافات بواح، فغير الخرافات اللي هو قالها في حساباته عن مصاريف انه يدفع ايجار هيعيش معزز مكرم بالحد الأدنى للأجور، ده كلام فارغ يا أخوانا. فمن فضلكم احترسوا من خرافات اليوتيوبرز، ربنا يهديهم ويهدينا. وأنبه البسطاء إن مش كل اللي تسمعوا تصدقوا،
اوزن قبل ما تشيل. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.